السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني اوفيسيال. اخواني اخواتي في الله، فيديو جديد واخبار جديدة. خوتي خليكم مع الفضيحة ديال دنيا بطمة اللي شنقولكم شو ها نايضة القيامة في المواقع الاجتماعية بسبب داك الفيديوهات اللي تنشروا في كل المواقع الاجتماعية اللي دنيا بطمة دارت في الملاهي الليلية، والناس كلها معججة عليها بحال الدبان. واش نقول لكم والله حتى شوها. المهم الاخوان خليكم ما تزابيوش، غنحط لكم لا فيديو تفرجوا وتشوفوا اشنو اللي وقع داك الليله، ما كاين غير تشير بالقراعي. المهم الاخوان خليكم وتفرجوا قبل ما نخليكم مع لا فيديو. ما تنساوش اللي غيمر بالصدفه فقط للناس الجدد، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. وما تنساوش لايك 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 للفيديو، جعلها الله لكم في الميزان الحسنات اخواني اخواتي. وما تنساونيش بالاراء ديالكم اكيد في التعاليق، كتهمني وكنقراها كامله. وقبل ما نخلي لكم لا فيديو كنرحب بالناس الجدد كاملين اللي التحقوا بنا واللي ضغطوا على الجرس الاحمر والجرس والتحقوا بالعائله الصغرى ديالنا. كنقول لكم اهلا وسهلا بكم، اكيد نورتوني وشرفتوني ودردركم. والناس القدام كالعاده دردرهم دائما، هما اللي يفتحوا الباب للضيوف مالين دار جداد. خليكم